الأمنية يا حبيبتي؟ نعم يا ماما. ينفع كفاية فرجة على التلفزيون بقى عشان تنامي بدري وبكرة نروح نجيب النتيجة بتاعتك؟ النتيجة يا ماما؟ أيوة يا حبيبتي النتيجة بتاعتك طلعت. طب ماشي يا ماما حاضر. خلاص واثقة إن شاء الله بكرة هنجيبه مجموعة عالية قوي؟ إن شاء الله. طب يلا تعالي ندخلوا ننامو يلا. يلا بينا. يلا يا حبيبه قلبي نامي يلا. حاضر يا ماما. تصبحي على خير. وانتي من قهوه يا ماما. نامي كويس يلا عشان بكره نروح نجيبوا النتيجه. حاضر. يلا تصبحي على خير. وانتي يا ماما. اعذروني واعرفوا قيمه غلاوتي واسمعوني يلي مش عارفين حكايتي، بالكلام الحلو ترجع لي ابتسامتي. ايوه ترجع لي ابتسامتي يا رب ان شاء الله. صباح الفل عليك يا اهلا. صباح الخير يا ام امنيه. ايه الصوت الحلو ده؟ ربنا يخليكي يا رب يا ام امنيه، كسفتيني والنبي. ادعي الامنيه بقى، رايحه اجيب النتيجه دلوقتي. يا ربنا يا رب معاكي يا امنيه، يا رب ان شاء الله تطلعي الاولى باذن الله. يا رب لو طلعت الاولى ليكي عندي حلاوه على طول ان شاء الله. ده انا هدعي لها لحد ما ترجع ويا رب تطلع الاولى يا رب. ان شاء الله يا رب يا رب يا رب يا امنيه تطلعي الاولى يا رب. يا رب تطلعي الاولى يا رب يا امنيه. يا رب يا امنيه حبيبتي تطلعي الاولى يا رب. يا رب يا امنيه تطلعي الاولى يا رب. يا رب تطلع الاولى. امنيه صالح الجمل. خير. 30%. ايه تم؟ لا 30%. ممكن تكوني قريتي غلط يا طنط. والله طنط ده من قله المذاكره يا ست هانم، من قله المذاكره. طول السنه اقول لك ذاكري 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 مفيش فايده قدامي، ده انا مش هسيبك النهارده. ممكن تكون وقعت واحده تانية ولا حاجه. قدامي 30%. 30% حرام عليكي، لو بتذاكري كنت جبت اكتر من كده. انا اسفه. قدامي يلا. اقول لك حليتي كويس يا امنيه؟ حليت كويس يا ماما. هتقفلي الامتحان يا امنيه؟ هقفل يا ماما. 30%. 30% حرام عليكي، وانا طول السنه دروس ومذاكره حرام عليكي. قولي لي قولي لي على عقاب عاقبك بيه دلوقتي. ماما انا اسفه والله يا ماما. اسفه؟ اسفه دي مش هتدخلك ملاحق؟ ها؟ انطقي. طب ماما على فكره انا حليت كويس، مش عارفه يعني. قولي لي على عقاب عاقبك بيه دلوقتي. ماما فكري وقولي لي. عوضها في الملحق يا ماما. قدامي وفكري عقاب. حاضر حاضر. والله ما انا سايباكي. خير بس يا ام امنيه، ايه اللي حصل؟ طلعت الايه كام؟ ينفع كده يا ايه؟ في ايه؟ انا بذاكر لها طول السنه ودروس وعامل لها كل اللي هي عايزاه. أيوة. وفي الاخر تجيب لي 30%. انا اسفه يا حسني. والنبي لا تقولي لي على عقاب عاقبها بيه يا حسني. ياما 30%. 30% يا بنتي ده ما يجيش نتيجه تعب امك كل يوم بتنزلك المدرسه ومطلعاك من المدرسه. قولي لها قولي لها والنبي. يا لهوي قولي لي على عقاب واحد عاقبها بيه. عقاب؟ ايوه. طب بصي 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 يا ام امنيه، وانا هنقول لك على حاجه. زمان كده واحنا صغيرين كنا لما نجيبوا درجات وحشه في الامتحان ولا نسقطه كانت ستي تقعد تشدنا من ودننا، تشدنا من ودننا لحد ما ودننا كده تبقى عامله زي الفل الا قد كده اهو، قد كده اهو تبقى ودننا عامله كده اهو. وانتوا كنتوا بقى بتجيبوا مجموع وحش في انه سنه من السنين؟ والنبي هو انا يعني هو انا كنت في اولى حضانه جايبه يعني كنت جايبه 30% تقريبا في اولى حضانه. يا نهار اسود، اولى حضانه 30%؟ ما هي دي السنه الاولى والاخيره اللي انا دخلتها في المدرسه. يا ريتني ما بعد كده ودني ورمت ما روحتش المدرسه تاني. فكري لي على عقاب عاقبك بيه بدل ما هكبر لك. لا يا ماما لا. قدامي هتبقى زي قدامي زي الفرقله يا امنيه كده اهو. يا خساره الدعايه يا خساره الدعايه، والله يا خساره الدعايه. اتفضلي قدام. انا اسفه. اخشي اقعدي. حاضر. انا عايزه اسمع عقاب واحد اعاقبك بيه دلوقتي، عايزه احرق لك دمك زي ما حرقتي لي دمي. خلاص ما تتكلميش كتير، انا عارفه عقابك ايه. ايه هو يا ماما؟ هجيب لك الفرخه العملاقه. لا يا ماما لا. لا يا ماما الفرخه العملاقه لا. هو ده عقابك. ماشي. طب ايه رايك يا امنيه في الفستان؟
حلوة يا غزل. ماشي كان زمانك جايلك 7 فساتين لو كنت نجحتي. شكرا يا غزل. بعد اذنك يا طن. ماشي يا حبيبتي اتفضلي. يلي رفع راس امك بالزي بنتي. انا عرفت حلك ايه. ماشي لا يا ماما استني 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 استني. طب اعمل ايه دلوقتي؟ طيب ماما هتجيب لي الفرخة العملاقة. يا ريتني نجحت. هو انا اللي سقطت؟ المفروض كنت اعمل زي غزل. غزل لما نجحت مامتها جابت لها فستان. لو انا كنت نجحت ماما كانت هتجيب لي بال10 فساتين. يا ريتني نجحت. مش عارفه انا سقطت ليه. كنت رفعت نفسي. انا خايفه قوي من الفرخه العملاقه. انا خايفه من الفرخه العملاقه قوي. انا خايفه تاكلني. اعمل ايه طيب؟ بس اعمل ايه؟ انا خايفه قوي من الفرخه العملاقه. ايه نعم. خدي بسلي اللبس ده وطلعي لي على فوق. هو ايه ده يا استاذه ندى؟ البسي وطلعي لي على فوق من غير كلام كتير. حاضر حاضر. بس هو انا عايزه اعرف ايه ده. ماشي انا نسمع الكلام وخلاص بدل ما تشدي لي وداننا كمان. اتفضلي يا فرخ. خشي خشي يا فرخ. انت اللي هتجيبي لي حقي. ايه الامنيه؟ امنيه في اوضتها. بصي بقى يا فرخ عايزاكي تعذبيها. بصي كليها اعملي فيها اللي انت عايزاه. ماشي ماشي. تعالي معايا يلا. فين امنية؟ افتحي لي الباب. تكتك. لا لا تكتك. انت متربسة على نفسك. الباب افتحي لي. انا خايفة من الفرخة يا ماما. افتحي عشان تاكلك. وما كنتيش خايفة وانت بتحلي في الامتحان غلط. غلط. لا يا ماما بس انا عايزه اقول لك على حاجه. قولي. وعديني لما انجح يا ماما هتجيبي لي فرخه العملاقه.
ماشي يا ستي، انجحي بس وشوفي انا هعمل ايه معاكي. ماشي ماشي، يلا قومي كده يلا. حاضر. صباح الفل والعسل. صباح البيض يا ماما. يلا يا قمر. امنيه صالح الجمل. خير. 95%. الف حمد وشكر ليك يا رب. الف حمد وشكر ليك. الف مبروك يا امنيه. انا كنت خايفه قوي والله. خايفه من ايه يا حبيبتي؟ ربنا ما بيضيعش تعب حد، وانت ذاكرتي كويس يا امنيه. الحمد لله. الف مبروك يا امنيه. الف مبروك يا امنيه. شكرا يا ميس سلمى، وحلاوتك عندي عجب لك احلى هديه. ربنا يخليكي يا رب. فرحانه بيكي يا قلبي. وانا كمان فرحانه قوي يا ماما. النهارده اطلبي واتمني، هعمل لك كل اللي نفسك فيه بجد. ربنا يخليكي ليا يا امنيه. ربنا يخليك مامتك يا امنيه يا رب، ودايما من الاوائل ان شاء الله. شكرا يا ميس سلمى. مع الف سلامه.